الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه مرة يصلي الله عليك بها عشرة، مرة واحدة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليك عشر مرات، ما بالك في إنسان يمسي ويصبح وقد صلى الله عليه ملايين الصلوات، كيف يكون حاله؟ غفلة. لذلك كان يقول اللهم أعذنا من شر الغفلة، غفلة مصيبة، خير وضعه الله بيني